هو القتل في حكم الردة ده يتقام على مين بالظبط؟ وانت ليه كلامك كبير قوي كده واسئلتك غامقة؟ قتل ايه يا عم؟ ده الواحد بيخاف يقتل النملة، يروح رخصت كده ليه؟ ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر، خلي بالك يموت وهو كافر مصر لغاية ما يموت، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. لا جابت سيرة القتل؟ لا. وبعدين هل الملحد هو المرتد؟ احنا برضو علوة لازم ندقق قبل ما نتلكك لقتل الناس، يعني اللي محتار عنده شك زهقان متردد نقتله؟ لا ما نقتلوش، نتكلم معاه ونرد لو احنا عارفين لحد ما يفهمين. اقول لك مفهوم ايه؟ وبعدين المرتد ده بقى اللي هو مين؟ اللي هو بيكون على الدين بعدين يتحول إلى عدو مقاتل لهذا الدين، وفي الآخر خالص مين بقى اللي ياخد القرار أصلا في الحدود وإقامتها؟ ولي الأمر ولا كل من هب ودب؟ وبعدين المرتد ده لازم يستتاب وتقعد معاه وتقال له إيه الحكاية يا عم الحاج؟ ومين اللي مزعلك؟ إيه الموضوع؟ يعني بشويش كده تلاقي مراته مطهقه، الشغل قرفه، الدنيا مزنقه معاه، شويه طبطبه وهيروق، ما نبقاش احنا والزمن عليه. احنا لو قتلنا الزهقانين مش هيفضل ولا واحد. ما نحيي الناس، نحاول نحيي الناس بدل ما نموته. والله حضرتك عسل يا ام حسن. اشرب الشاي بقى بحليب ومعاه البقسماطات. بالك بس ايه تقول لي ما كترش، بس طنش اول 3 بقسماطات وبعدين قول. ها بقى نشوف. كرهه الخلق فاشتهم. هما مين دول؟ شويه الفلاحيش دول اللي بيتكلموا في الدين من غير علم. مصيبه، ولو كشفتهم مش هتصدق اي حد بيتكلم في الدين. شككوا الناس العادية الغلابة في أي حد بيتكلم في الدين، ممكن يشكوا في الدين نفسه. بس ربنا حامي الناس الغلابة بحسن الظن، وأنا ظني كده، ظني إن ربنا جميل بيحب كل جميل. ده كل اللي أملكه، كل ما أدريه أني مشرف في حسن صنعه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.